تعالى الصوت يوصل وطبعا مش مساكين. نبتدي بسم الله والحمد لله ورسول الله. اللهم بحق ممشانا هذا اليك وبحق مقامنا بين يديك ان ربنا لم نخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجنا ابتغاء مرضاتك وابتغاء سخطك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عنوان المحاضره عنوان جميل صراحه. عنوان المحاضره دور المراه في نهضه الامه. كنت لسه بلوم على بعض الاخوات اللي يعتبروا يعني انحسبوا على الفقيهات واصحاب العلم الشرعي والعالمات والداعيات واساتذه ودكاتره الجامعه. اما بقول لهم انا بعمل يعني عامله رساله دكتوراه وبعمل رساله ثانيه، فبعمل رساله بحث، ما هو ما فيش حاجه هنعمل ايه بعديها، رساله بحث بعدين. فقلت لهم انا عايزه ارشيف للرموز النسائيه الاسلاميه في الحقل الدعوي والاسلامي، وفي ان خصص جزء لفلسطين وجزء للعالم الاسلامي. ما فيش ارشيف. فطبعا الحمد لله رب العالمين، من 100 يوم بقى وشويه اهو، 111 و112 بفضل الله تعالى قامت مجموعه من الاخوات تحسبهم والله حاسبهم ولنزكي الله احد، قاموا بعمل ارشفه لنساء المجاهدات اللي قاموا في الحقل الدعوي من اول مؤتمر فلسطيني الاولاني 1920 اولاني خالص لحد ان شاء الله باذن الله 2024. ناقص الجزء الثاني الاسلامي، الكلام فيه بسيط والمراجع التاريخيه اللي فيه مش موجوده. انا عايزه النهارده لما نيجي نتكلم عن دور المراه في نهضه الامه يبقى ارشيف، ودي نوايانا، يبقى ارشيف ويبقى جزء من إعادة الثقة للأخوات اللي موجودين والنساء. كم حاضر النهاردة؟ 50 100. تمام. طب أنت عارفة الأول هويتك بقى، عنساها بس حد يفكرنا كل لحظة المحاضرة أنسى بتاع. ممكن نسجل فاحنا ممكن نسجل المحاضرة عادي. قبل ما أكلمكم عن دوري كمسلمة، ماشي، عشان أنا الجزء ده تبع دوري كأمة وعبدة لله، دور الايماني حالي مع الله، حالي مع اسرتي، حالي مع المجتمع، مع الامه الاسلاميه ايه؟ عايزه اقول لك على حاجه. في انا معاك اهو عشان بس الحريم بيزعل مني، في ظلم حقيقي في هذه الفتره واقع على المرأة. تمام؟ لا ننكر هذا الامر. ولكن ده نتيجه مش عشان الاسلام هو كده، والاسلام ظلم المرأة ودعاوي النسويه والفيمينيست والكلام الفاضي وكل ده. يعني لما قعدت انا يا عبد اما صغيره فاسله كده، اما اطلع اكتر من 100 وحاجه، اكتر من 135 حق للمراه في الاسلام، وما كنتش كملت بقيه المرام. لا معلش، يعني ما حدش يجي يقول ده الاسلام، ولكن هناك ظلم واقع على المراه بفعل بعض الممارسات الخاطئه من بعض الرجال. ملاش دعوه، هو يحاسب. مش عشان هو مسلسل الحيط وصل الشقه، ماليش دعوه بالقصه دي. انا ليا التاصيل الشرعي اللي قال الله، قال رسول الله، قال الصحابه، قولوا العرفان دوت فين؟ ها؟ ده اعزك، ده انت جوهره في الاسلام، ده انت ملكه، ده انت ليكي ذمه ماليه منفصله. تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا يا اخوات، بدايه لما قلنا طوفان الاقصى مش خيره على اهل غزه بس ولا فلسطين بس، خيره على الامه كلها، العالم كله. يقول لك مين دول؟ يعني دول فلسطين مين اللي هم يعني؟ اوزبكستان؟ واحدة من بتوع الغرب بتقول كده. مين البلدة ديت يعني؟ وبعدين جاء بعد كده تبحث مين فلسطين والأصل وبتاع والكلام ده. وبعدين إيه ليه ثابتين قوي كده؟ إيه كلمة الحمد لله وهي ابنها بيموت والتاني واللي مش عارفة بيلقن أخوه؟ يعني إيه الثبات الإيماني ده؟ طبعًا هقول لكم ليه؟ ليه هم مختلفين عني؟ انت طب انا واحده طبعا مش ملتزمه يعني من صغري زيكم كده، اللهم بارك، شاب نشا في طاعه الله، ملتزمه على كبر. تربيه ايمانيه اوكي، اسلاميه تمام، بعض المحاضن التربيه والمساجد والايديولوجيات وهكذا. إيه انتوا بحكم الفطره والمساجد بالون بتوع قطر دول بيعملوا ايه حبايبي؟ ما شاء الله يروحوا الشغل والدوام يجوا على المساجد والمقارب، وبعدين اللهم بارك، وبعدين عزموا التيمز بقى بقيه الوقت بعكس الطحنه في البلاد الثانيه. فانتوا في نعمه، فقولوا الحمد لله. مجلس زي مجلس الاستاذة أميها، شفت الانجازات اللي هي عملتها؟ حس للاسلام، وده اللي هنقوله النهارده. الحفاظ على الهويه هي واخده فيه نصيب. الحفاظ على الهويه الاسلاميه هي واخده فيه نصيب. ما شاء الله. وشر لها وما بعدها وما بعدها، ودربوا.
ليه هم مختلفين احنا تربيه اسلاميه ماشي نحفظ المتون يلا معاك يا اختي مايه تقول لك مع الالفيه وانت معاك يا حبيبتي انا معايا القراءات العشر الصغرى ده بيوم السبع الصغرى العشر احنا تربيه اسلاميه هم لا هم تربيه ايمانيه تربيه اسلاميه ايمانيه جهاديه الام اللي تقول لك انا بضغط على حالي تقول كده انا بضغط على حالي قبر ابنتي وانا ممرضه وهي كانت نفسها تطلع جراحه انا بضغط على حالي عشان احقق حلمها مش اي وضع يعني لا لما الام تبقى شايفه كده ان ابنها او بنتها غق طلع في الروح لا ما لا 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 وجع دول عايزين معالجه دول عايزين دعم مختلف واحنا بنقول ان شاء الله باذن الله بعد انتهاء الامر ده كل التربويين والدعاء والدكاتره ناس كل دول حسبه لله عز وجل شوف بقى عائشه تشوفوا لنا اي حاجه سفينه تطلع نروح ندعمهم نفسيا وايمانيا وهكذا لا اما تيجي ام تشوف اللي ضرب ابنها على راسه ومنزف فجازه وقاعده بتشوف وجع ما بيتنهاش ما بينتهيش ولا بيتنسى اما تيجي تقوم تشوف بنتها تقول اه طالعه من جوه دي ده مش سهل لكن تقول لك انا بضغط على حالي انا بضغط على حالي عشان اقف هنا وده قبرها وانا بدعي لها وانا اكمل حلمها في في مساعده الناس وهكذا هم مختلفين عنك صحيح فالمعنى الاولاني في ظلم واقع على المراه نعم نتيجه ممارسات بعض الرجال خاطئه ليس الاسلام الاسلام منه براء الاسلام اعز بتقعدي كده حتى رسالتي موافقه على العريض يلا تتكلم مش موافقه لك ذمه ماليه منفصله بحقك عايزه تطلعيها طيبه بها نفسك ايه الصدقه وخير الصدقه الصدقه على في 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 وضع في جو خيركم لاهلي استوصوا بالنساء لا ده في حاجات كتيره قوي فده الاسلام لكن لما تيجي انت بقى يا مسكينه تبقى نظرتك عن نفسك مهزوزه نظرتك عن نفسك ده انا امة الله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اللي ان شاء الله بقول لك محمد مات مخلف اللي بنات لا احنا بنات النبي عليه الصلاه والسلام باتباع الكتاب والسنه اللهم بارك شو الحجاب شو هالنقاش شو اللهم بارك على السلوك انت محمديه اما يجي فضل طوفان الاقصى على اللي بره تقول لك يعني ايه الحمد لله وايه الثبات اللي هم بيقولوه ده ايه السبب ما تقرا في الاسلام فهم بكلم بنتي عندي مجموعه واحد الناس بيتكلموا عربي والتانيين تركي والتالتين بتاعك انجليزي بقول لها اي لا هم سهل عليهم التفسير مش زينا شفتوا المصيبه اللي احنا فيها احنا تخلينا على اللغه العربيه فتيجي معاني القران من فطرها واختلف ده لحد ما جه سيدنا ابو بكر وجاء واحد من البدو قال بداها يعني خلقها انشاها جبت على البدو جاب الكلمه الصحيحه فاحنا معاني القران للاسف بعيد عن احنا محتاجين ترجمه على الترجمه يعني احنا محتاجين تفسير على التفسير فهي بتقرا باللغه الانجليزيه اللي هي لغتها اللي هي فاهماها فبتقول لك ايه ده القران فيمينيست القران بينصر المراه اللي بتتزوج وبتطلق فلها النص معقول ايه ده معقول وفضلت بقى 7000 على التيك توك على اللايف بتاعها دلوقتي اللايف بتاعها عامل 35000 وبيسلم يا حسرة علينا بنقول يا رب أجرنا في مصيبتنا خفنا خيرا منه فالإسلام بينتشر والناس بتسمع وبتشوف وبيعمل يأبى الله اسمعوا يأبى الله إلا أن يبلغ دين بيك أو بغير فلا يستوي اسمعوا من أنفق قال إيه ده قال جاهد الأول من أنفق قد فتح وجاه من اللي بعد طب والاثنين وكلا وعد الله الحسن يعني الاثنين واخدين بس اللي قبل ليه اللي قبل متميز عشان كده دي فرصتك دي دوري رايحين فين هتودوا السفينه ايه سامع انا عيني على السفينه اللي رايحه بقول لهم شوفوا ماليش دعوه انا تطلع بسفينه فيها كذا 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 مش عارفه هنروح فين مش إيه لا ده في اللهم بارك اللهم بارك لسه مورينا فيديو لعريس وعروسه كان المفروض دخلتهم يوم 7 اكتوبر يوم اللي نعم فما حصل وبتاع الدنيا اتاخر عملوا لهم خيمه كده وبتاع يعني عشان ما تسربش ميه وفرحه في وسط الالام يا بخت ويا هنا اللي ساعد على ده الله قلت لك اصلا الله اعلم هنكمل ولا تنضرب الخيمه ولا لسه ده الخيمه لقيت واحده ها احنا عايزين من الخيم دي نودي فيها
طب انتوا فين يا بنتي؟ انا فرطت بكام قيمه الخيمه؟ مش عارفه 750 دولار. طب تمام خدوا لكم يلا، هتشحنوا من هناك لهناك ويلا تكتب في ساعتها. لا يستوي صحيح ابدا ابدا. فالفكره المهزوزه مهزوزه. زمان تعمل ديك الصوره عشان احنا ما عندناش ذاكره للاسف، احنا ذاكره الذباب ما عندناش ذاكره للاسف عن امتك. زمان في قرطبه وجامع قرطبه والاندلس وهكذا وجامع بغداد مكان يجي ولاد الامراء بتوع فرنسا والملوك يجي يتعلموا في الدول العربيه دي، يجي يروح بلده يقول كلام بلغه بلده وبعدين يحط له كلمتين ثلاثه عربي كده. ليه؟ يعني رقي، انا جاي من رقي يعني، اصلا الكاب والبلطو ده بتاع العرب مش بتاع، ما عندناش انتماء للهويه. الذاكره ذاكره ما فيش. ان انت بنت الاسلام، الاسلام ابي وام، مثاله سلمان قال لهم انه ابناء ابن الملوك سيدنا سلمان، ولكن الاسلام ابي وام. ولما يعني الصحابه كانوا يقولوا عليه الفارسي، النبي عليه الصلاه والسلام يجبر بخاطره جبر الخواطر على الله، والرسول عليه السلام يعلمها لنا. بس احنا اكتر ناس بنحتاج جبر خواطر لكم ثواب، احنا اكتر ناس مساكين في الكون حريم، النساء محتاجه طبطبه واحضان. يقول له سلمان منا آل البيت. الله يا بختك. اما يجي شوفي بقى الذاكره، مش عارفه امتى، مش عارفه نفسي، وظننا ان انت قد كده. لا انا جاي النهارده اقول لك انك مش كده، وهديكي نماذج، هديكي نماذج كتيره عشان تبقي طالعه من هنا. انت سبب لنهضه الامه، سبب لاحياء ومن احياه نفس واحده بس، نفس واحده بس، نحييها بالرجوع الى الله عز وجل، نحييها بنفق بلقمه. اما يطلع لي واحد كده في على 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 الفيديو بتاع الفيديوهات اللي جايه ياكل علف الحانوت قصرين، وما انتش قادره تدخلي كوبايه ميه ولا ازازه ميه ولا لقمه عيش. اما يطلع اطفال فلسطين على الحاجز كده، هلا يلا يلا يا اهل مصر يلا طلعوني، وتيجي تقول لك ايه والله لا انا ما احبش ولا. بصوا الفلسطينيين، معلش يعني مع احترام كل الفلسطينيين اللي بتتعاملي مع اخت فلسطين ذات عزه وابيه النفس وعندها نوع من انواع يعني والله مش عايزه اقول لك الكرامه اللي جواها وحقيقيه، ولا يسالون الناس الحق ابدا، عزيزة في النفس. اما توصل الفيديوهات علشان يبقى كده لقمة العيش ولا العرف، نقسم يا امة رسول الله، نقسم يا اخوات. اما تيجي اخت تتكلم بتدور على اي بيت مهدوم تطلع منه خرقة، والفيديو ده قلت لهم اتشال الف مليون مرة من على اليوتيوب، قلت لهم نزلوه وتجيب الخرق اللي موجودة في قلب البيوت المهدمة عشان تبقى حفاضات للنساء. عار علينا، عار علينا، وانت ست وانت بنت وعارفه يعني ايه ما يجيلك حيض، ويعني ايه لما يبقى الامر بالنسبه لك كده صعب يا اخوات، صعب. ناقص هنقول لربنا ايه؟ يقول لك انا هقول ربنا النار ان شاء الله باذن الله، ده اللي هتقوله لربنا الا اذا تاب وامن، مالناش دعوه. لكن يا اخوات الوضع صعب، تيجي انت كمان تبقي مهزوزه نفسيا. نيجي نتكلم عن نهضة المرأة في الأم، المرأة المسلمة، وعندنا أمثال ونماذج. بس يبقى عندك روح المبادرة، هي المبادرة إيه غير شغف وحاجة في القلب؟ أنا عايزة أعمل حاجة للإسلام، أنا عايزة أعرف في السماوات بهذا العمل، أنا عايزة ملائكة الأرض والسماء تعرفني عند الله عز وجل بالعمل ده. فكرت ايه اخت؟ فكرت اهي فتحت في بلاد اكبر بلد اكبر بلد ما فيهاش اسلام او بيحاربوا البلاد، عملت وقالت وهذه المجلس ما شاء الله اسلم عليها دي ثلاث اربع من الفرق. الله اكبر يعني الله. بس بكلمه صحيح والله ما تنسونا بقى من فوق الناس اللي ناس مش عايز حد ينسى، بسيط العمل، بس عمل، بس بدنا عمل. نعم. فيجي يا اخوات شوفي احكي لكم قصه بس عشان تعرفوا كل ده، انا لسه ما دخلتش في الموضوع، عايزه اقول احكي لكم قصه بس كده. يجي واحد عنده مرض نفسي، لسه سامعاه من اخت وقعدت اضحك ضحك، قول فعلا عنده مرض نفسي، شايف نفسه حبه قمح، فكل ما تيجي فرخه يجري، كل ما تيجي دجاجه يجري منها، ايوه في دماغه حبه قمح، ودكاتره وقعدوا يعالجوا فيه لحد ما تعالج وكذا وكذا وخلاص انت بقيت كويس، ونزل
في معترك الحياة شاف فرخة قال لي انت تعفيت انت خفيت انت مش حبة قمح انت خفيت. يقول لهم ايوه انا عارف ان انا مش حبة قمح لكن لو الدجاجة شافت قال له ايوه انت انسان. قال لهم مين اللي هيقول لها ان انا مش حبة قمح وتاكلني؟ شوفي شوفي الظن. اوعي تظني نفسك حبة قمح، اوعي تبقى ثقتك في نفسك ايه ده نفسي صحيح. اوعي تاكلنا انفسنا تاكلنا الى عورة ابدا ونقيصة. امال الثقة فين؟ في الله يا اخوات. اوعي تتهز ثقتك في موعود الله، اوعي تتهز ثقتك في صدق ويقين ما عند الله. اسم الله المؤمن يؤمن العباد، يصدق عباده ايه ما وعده، ويؤمن الخوف ده من المعاني. ولكن يصدق انا مصدقاك يا رب، ومن اصدق من الله قيلا. فما بقى انا مش مصدقه عن نفسي ان انا مسلمه اخشى الله صار. طب عصي بعمل معاصي، معلش تعال تعال لسه بعت لكم فيديو ببعته لكم تبعتوه للمجلس ما اعرفش تجمعوا بعض ازاي. بعتوا لي واحد يوتيوبرز عن راقصه عراقيه، راقصة عراقية أشهر راقصة عراقية من رقص في الكبريهات وكذا إلى معلمة للقرآن الكريم بسبب فيديو الهلسة. قال والله تنيت نعيط، والله تنيت محدش يقول أنا عاصي وأنا بعيد وأنا الكلام ده ضد الناس دي كلها. مكلماني واحدة بتقول لي كذا كذا، قلت لها ألف نهار مبروك تعالي. أنا حلمت بيكي مرتين، أنا حلمت والله الله يبارك، جعلها رؤيا صالحة اللهم بارك الله. فما تجيش تقول فما بالكوا أنتوا وانت جايه النهارده ليه؟ انت سايقه نص ساعه، نص ساعه في قطر دي حاجه كبيره قوي يا عيش. نص ساعه عشان بس اسمع ما يجيش يشوفوني وانا رايحه باش يكتشفوا ساعتين ونص. فالفكره في ايه؟ الفكره انت جايه ليه؟ وجايه المسافه دي ليه؟ وجايه في الوقت ده ليه؟ مش عايزه تسمعي عن الله؟ نعم كده احنا سوا كده. انا مش هكلمك يعني لما اقول لك قال الله قال رسول الله يعني ده لا صح ولا لا؟ صح. هي نسمع عن ربنا جاي نشوف حاجة يمكن الله سبحانه وتعالى يعلم صدق نية واحدة بس، نية واحدة بس فيه يقبلني. طب أصل ما بصليش، هتصلي إن شاء الله، قولي كده الله المستعان. طيب ما بعرفش والله يا أخوات أنا أتذكر من أكتر من يعني محمد ابني يمكن كان عنده 4 سنين أو 5 سنين، محمد دلوقتي عنده 25 سنة. ما شاء الله. كان صغير وكنت أجرجر ومعاه يمنى كده وبتاع وهاشم، إحنا بنمشي بالعيال بقى جرجر ونمشي عاملين حملة عن الحجاب. وحمله عن الصلاه، حمله عن السلام عليكم، نمشي في الشارع كده نعيد السلام، مش صباح الخير مساء الخير بنسيره ولا مش الكلام، نقول السلام عليكم ونمشي في الاسواق السلام عليكم رايحين جايين، نقول دعاء السوق ادي مليون حسن. ومره كنا بنعمل عن الحجاب فالبنات اللي في شافونا، عندنا 3 مناطق متقسمه كده، منطقه عاليه ومنطقه متوسطه ومنطقه بتوع الناس العاديه. انا عايزه اقول لك البنات اللي كانوا بييجوا يساعدوا معانا بشعره وبنطلون جينز، انا بص انا عارف انا عارفه انتوا بتتكلموا عن الحجاب وكذا، ادعوا لي ربنا يهديه. حلو اتنقلت ماشي في مرحله ثانيه، انا عارف هي اتنقلت من خطوه ايه، لا هو كده وما باقتنع يعني، وهو يعني لازم. وبعدين مين اللي قال؟ بعدين دول بتوع زمان مش دلوقتي، اي حاجه بقى اي بدنجان بقى في المبررات. انتقلت من هنا لايه؟ المعرفه. انا عارفه ان هو كذا ادعوا لي. حلو المرحله الجايه بتعمل معايا. اوعي تظني في نفسك ان انت علشان مقصره في طاعه او مقصره في امر فانت لست اهل تقديم الخير. الحاجه الوحيده اللي بيجتمع عليها كل الناس من كل الاطياف العمل التطوعي. العمل اللي جاي هي لا عندكم ايه في حرم سلطان؟ عندنا مش عارفه توزيعات ايه، عندنا مش عارفه هنعمل في اسبوع القدس جاي اهو هنشارك في كذا، عندنا مش عارفه في البهشه في حديقه هيوزعوا ويزرعوا زيتون ويعملوا تمام. طيب متجمعين النهارده وفاء بتقول لي ايه رايك بقى نجيب فيه على الصلاه على السلام؟ فانا قلت بيتكلموا في 1000 5000 كده، 1000 بعد كل صلاه ناس جايبين في 30000، وطبعا مش بالعدد ولكن حضور القلب مع الجنان مع الوجدان مع اللسان. ولكن الذكر الحاجه الوحيده اللي ذكر الله عز وجل فيها الكسره، خليكي عندك فقه كسره في الكلام، كسره الذكر 30 و40 ألف. ده انتوا ايه ده؟ ايه بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في عدد. احنا فين؟ انت فين من القصه دي؟ لما اقول نهضه الامه عليك يا مسلمه وما انتش حبه قمح، ما انتش حبه قمح،
وعندك هويه ما انتش مسلوبه الهويه والانجليزي والفرنسي. لا لا انت عندك الهويه العربيه الاسلاميه اللي تعتز بيه، عندك حجابك اللي ما تستحيش بيه وتمشي بيه في اي مكان ما تستحي. لكن نقعد كاننا عاملين عامله وعندك عقده خواجه ووصل مش عارفه لازم يكون مش عارفه ماركه ايه ولازم يكون ايه وما مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي فرض الحاجات دي؟ لا ما يفرضوهاش عليك. ما يجوا جم اول مره نطلع في الاعلان لا لازم البسي الخمار اللي عامل كده، مين اللي قال؟ اصل معايير الاعلام الف سلام مش مصوره انا ماشي عشان ماليش دعوه بيكم. يلا اذا كان عاجبكم شنو انت اللي هتحط لي المعايير؟ انت اللي هتحط لي معايير الاسلام ايه وكذا وكذا؟ انت اول رساله ماستر بناقشها قدام 7000 كنت بالنقاب، الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالنصر والفرج يا رب بيها تاني اللهم امين. قدام 7000 تقوليه في 13 دقيقة الموضوع النقاط الجديدة اللي قلتيها المستخرج اللي انت عايزة توصيه 13 دقيقة ما شاء الله. ايه واحد من الناس مش عارفة مين دكتور مين ابن مش عارفة مين كذا كذا، والله احنا دكتورة ما كناش مصدقين ان في حد واحدة لا، قلت له ليه هو مغطي على الوش ولا مغطي على العقل؟ سمتك سمتك دينك التزام اعتزازك بيه. طب على معصية ما تخافيش اسلوبي ده بعد ما توب 1000 مرة ومال خليها ال 1001 ده ما عملت معصيه مليون ماشي توب المليون واحد معلش الله يقبل يقبل. هي طلعت من الغرب الشمس شرقت من الغرب يا اخوات؟ لسه ما شرقتش لسه. لا لسه. امال هي فين شرقت؟ غرغرتي يعني وصلت للحلقوم بقى وغرغرتي كده عند الترقوق؟ ما حصلش. توب يا حبيبتي. في كان لطيفه جميله جدا جدا كان بيقولها شيخ من المشايخ على اسم الله العلي وما بين حكمة الله عز وجل ما بين الحكمة المطلقة فعل الله يعني ما بين الحكمة المطلقة والخير المطلق في اسم الله الرب يعني. فقال فعل الله عز وجل كله خير مطلق يعني ما فيش 1% كده عدل مطلق خير مطلق بس احنا اللي جهلة لسه ما بنشوفش بنبقى عايزين الحاجة يا قدام ايه بس سرعتنا بقى وكان الإنسان عاشولة ونازل. فبيقول العبد اصل انا مريت ما في واحده فيكم الا هكون مرت باللي انا بقوله لها ده. بص نبقى يا رب واخر مره مش هنعمل كذا تاني والله يا رب واكتبنا من هذا وتبقى توبه صادقه يعني الله ساعدها يقبلها يقبلها الله عز وجل منك. ولكن الله باسمه العليم واللطيف يعلم يعلم في المستقبل ايه والعليم بصادق علمه لك عارف ان انت في الوقت الفلاني لا هتقعي في نفسك. طب ساعتها وانا بتوب يقبل الله ده انت لو كنت عارفه ان في حد حرامي جاي وهيسرق وتاب والله توبته مش عامل وعارفه ان هو هيمشي بتاع اقعد دخلوها اقعد ده بيعمل كذا وبتسوي صح ولا واحده كاذبه لا ولا واحده سفيهه لا نؤتيها الاموال او واحده كاذبه لا استامنها على على امر ولا حاجه في بيت صح ولا لا؟ صح. انت عارفه الله عز وجل لا يفعل ذلك. يا سبحان الله اصل انت مصدقه نفسك ساعتها وقت التوبه انها توبه صادقه خلاص فيقبلني يقبلني فما تجيش واحده تقول لي ايه؟ لا اله الا الله لا اصل انا او انا مقصره او لا دورك في النهضه بيبتدي من صدق موعودك في الله سبحانه وتعالى وانا اثق في الله. مين بقى تقول لي كده؟ تثق في الله ازاي؟ ايه اللي يخلي عندك نوع من الطمانينه عن الله؟ انا هقعد واسمع منه يلا يقين ازاي يبقى عندي اليقين؟ ازاي يبقى عندي ثقة في موعود الله؟ مصدقة موعود ربنا وعندي يا بتقول اليقين اجيبه ازاي؟ اعمل ايه يعني؟ العلم بالله ان انا اتوكل على التوكل ده عمل قلبي تمام؟ اجيبه ازاي يعني؟ يعني يا رب انا توكلت عليك اعمل ايه؟ قولوا لي انا واحدة الف بقى لسه داخلة الاسلام استسلم اسلم تقصدي اسلم قلبي احسن ده ده التوكل ماشي كل مقادير الله اللي تجري علي انا استسلم لها استسلامها فدوها والله. ايوه بس ساعات بنبقى زعلانين قوي ونعيط وغضبانين ومش فاهمين وعينينا قاصره على الله وانا ربنا الرضا اوصل ازاي بقى للرضا ده؟ عمل القلب وفعل القلب عمل القلب وفعل القلب حسن الظن في الله انه ابدا هو انا عندي غيره حلو وده صح وده صح وده صح ايه كمان؟ لله صلاتي ونسكي وقبل كل ده صدق النية والاخلاص والتوحيد في كل الامور وقبل كل لا اله الا
الله معناها اللي هي التوحيد. لا اله الا الله الكارثه، ولا اله الا الله المسح، ما تمسح في كل قلب كل المحبه الا الله، ده الاخلاص والتوحيد. جميل. كل حاجه يا دكتوره معرفه الله عز وجل سبحانه، ان انا اعرف مين هو ربنا. هو الله. مين هو ربنا؟ تقول لي اسمع منه. وحسن الظن في الله زمان، ماليش ناش غيرك، احنا مساكين، احنا ملناش معنا، واحنا كحريم مساكين المساكين، يعني مش عشان احنا ضعفاء، عشان احنا قلوبه خالص، عشان يأثر فيكي قوي فعل القلب يا خالص، يأثر فيكي قوي الطبطبه والجبر، صح ولا لا؟ انا استعرفت خبرتي غير في الغربه، انا العمل، انا وانا امشي في الغربه اعلم واتعلم بنفسي بشخصي. يعني السعي بالعمل كل يعني ما ادخل من مكان الا يعني توفى الشيخ احمد الحمادي من كم يوم وهو مريض سرطان، يقول اخذوني لكل لاي مسجد، كان يروح المسجد والله يصلي يسلمون ويخرج، يعني يدخل في صلاه المغرب يسلمون ويخرج، يعني هو هذا العمل، عمل بانك عالميه الدين وانك تستطيعين ان تفعلي ما الايمان، وهذا كله بيجي الله كبير العمل. عفوا يعني بالنسبه كما تفضلتي، اول شيء هو طبعا اليقين، ثم انا حقيقه يعني كتجربتي انه يكون القلب عندي نظيف 100%، قلب نظيف مع يقين انت تصبحي سخليه وتحليل. نعم تخليه يعني اخواتي معلش انا اقول سبحان الله، يعني ظلمت عده مرات والله اني سمحت وعافيت، والله يا اخواتي ربي اكرمني الدنيا كثيره، الدنيا مليئه لكن اكرمني في كرامات هو يعلم فيها. انا بتكلم معاكم طبعا اخوات على اساس ان شاء الله راح يسبكم انه في ارضيه شرعيه موجود، فيعني ما بقصرش. بسم الله الجبار الجبار يبلغ الخواص. الله رحمان الدنيا ورحيم الله، قال لك الرحيم بالاخره اما الرحمن اشمل واعم. الله اكبر. الله عز وجل الصلاة والسلام. طيب وتقول لي انا مش عارفة اقول ايه، قلت لها لا قولي، لا ما اصل العياد ده ما ينزلش كده لازم تقولي. قالت لي انا بحمد ربنا ان ربنا هو ربنا. نعم. ما اعرفش اقول ايه، بس انا جوايا انا مش عارفة اقول ايه. في ناس ما بتبقاش عارفة تطلع عبر، لكن يا رسول انا لا احسن دندنتك ولا عارفه كده. زمان كده كانت جدتي تقول ايه، يا رب يا اعلم بحالي وغني عن سؤالي، انت عارف عايزه اقول ايه. يا سلام. زي الست اللي ما كانتش بتعرف انصح في الاثر القصه ديت، يعني انصحها ما بتعرفش تصلي وكانت بتصلي غلط، فالراجل بتاع المركب جه يعلمها الصلاه وبعدين راح في كده فنسيت تقول ايه، فراحت له على منديل وانصحت هذه القصه، يعني قاعد في نص البحر على منديل، قالت له قول لي انا مش، قال لا قول لك روحي صلي زي ما كنت بتصلي في نص البحر وعلى منديل واحنا في قلب الامواج ولا نأمن. الفكره في ايه؟ الفكره في ايه؟ صدق وايمان ويقيني في موعود الله. انا مصدقاك يا رب. تعالى ما اقول لك مصدق ربنا بايه؟ ادخلوا عليهم الباب اللي فعلوه. ايه انا عماله افكر العالم الايمان ده في قلوبها كان عامل ايه، الجمال ده ايه الجمال، ادخلوا فاذا دخل فانكم ظالمون. يعني هم ضمنوا اخر الايه وهم لسه بادئين، وهم لسه بيفكروا هنعمل ايه، هم ضمنوا اخر الايه خلاص انا مصدقه ربنا. امتى وانا اعتماد مفيش دعوه، زي ما قال ابن القيم الله عز وجل يقدر مقادير ثم يوقت المواقيت ثم يسوق المقادير الى اوقاتها. مش بتاعتنا انت، ماليش دعوه. شافوا نصر بتوع الاخدود واعظم ايه، ارجى ايه بيقولها طفل في بلاد الغرب معاه شيخ، اللهم اجز هذا الشيخ عن الاطفال دول خير، 8 سنين ما بيتكلم، ارجى ايه في القران قال لك لعباد الذين اسرفوا على ان الله يغفر الذنوب، الله عز وجل يغفر الذنوب الا ان يشرك به. لا لا شوفي ارشى ايه يقولها طفل بسبب محفظ قران بس شرح باخلاص، ايه في سوره البروج. مين تقول بقى في سوره البروج ارشى ايه؟ اللي هتقول لي هدعي لها
ادعي لها يعطيها هديه يا بنتي ندعي لها احسن هديه ارجى ايه الذين ارجى ايه انا بعرف عفوا معلش ارجى ايه بعرف تقول يا عبادي الذين كله قال كده وانا كلنا حافظين بقى التفسير وابن كثير فكله بيقول كده كيف سوره البروج ايه ان الذين الله اكبر عليك الله اكبر الله اسمك ايه اسمك ايه اللهم اغفر لاختكم ارفد قولوا امين الى الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب واحنا معاه شوفي الايه بص التفسير تعالى معرفك بس عشان نعرف بس قد ايه احنا مقصرين في جنب لان الذين فتنوا ايه ده فتن اللي رموهم احياء في الحريق ربنا بيقول ثم ايه ده يا نهار ابيض ده احنا بس اللي عامل شويه وكنا بنعالج حبه وناس واللي كان واخد مش عارفه ايه وبطنه طالعه اللهم هرنا فيهم بعجائب قدرتك يا رب ولا نجيش في صدور قوم وعمالين نقول الله سبحانه وتعالى الرحيم الودود الطيب الغفور التواب ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وما وربنا عايز اتمام شوفوا ان الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوب يا الله ده انا مش قادره استوعب يا جماعه يعني بعد ما عملوا العمله دي لو كانوا تابوا اوف يقبل فاوعي تياسي من نفسك اوعي تقول انا عاصيه ولا بعيده ولا غفله ولا لسه لا الله يحبك ويحب طريق ويحب انك تيجي وما تقوليليش كل واحده فيكم النهارده عارفه مراد الله عز وجل منها ايه شامل عايز ايه تسطح طيب ولباس التقوى ذلك خير ده اللي جوه اللباس اللي بره شرعي وراضين ربنا فيه تمام اللي جوه لباس التقوى ده ايه ذلك خير لباس تقوى يعني ايه يعني قلب كله مفهوش ان الله عز وجل ربنا يحب ذلك وزيت ده يرضى ذلك تحب يا رب كذا يا لزين نعم يا رب حاضر هو ده ولباس التقوى ذلك خير هو ده يعني معنى كده وتوب اوعى حد يقاسك فتذنبي فتوبي فيغفر فتذنبي فتوبي فيغفر الله عز وجل يقول للملائكه علم عبدي ان له رب يغفر الذنوب اشهدكم ان يغفر سبحان الله انا مش عايزه حد يقاس حد خصوصا في الزمن الصعب اللي احنا فيه ده بنيجي بناتنا وليجي بنات جامعه وليجي الشابات وليجي حتى البنات حديث عهد بزواج جزء عيني عمالين يخبطوا في الدنيا مش فاهمين حاجه ومعاهم برضو رجالتهم مش فاهمين حاجه في الحياه يبوظوا الدنيا يقبل الله عز وجل بس ايه لازم خطوة لازم الله سبحانه وتعالى من تقرب الي الزراع اتاني مشا اتيته والقلب احنا في الوقت ده بقى وده بقى يعني ختام المحاضرة وسامحوني على الاطار لا ابدا بص يا فندم ايه اللي ندخل بيه يعني ايه اللي الوقت دلوقتي اللي اعمله يرضى الله عز وجل بايه لا قولي لي حاجه بقى كده انا مش عايزه بصوا احنا كحريم في حته نقرب زواجي بقى حته زواجي معلش سامحوني تيجي تقولي ما بيقوليش كلمه حلوه ما بيخرجنيش مالاش حاسه ان انا متجوزه كل ده كلام عام يا حبيبتي ده حبيبتي ده عناوين عامه ما يفهمهاش الرجاله ما طبعا الراجل عايز كلام واضح محدد صريح مذمم مهدد ابدا عايزاك الساعه الفلانيه وانت داخل من البيت تقولي بحبك لما تخلص لك شغلك كتر خيرك جزاك الله خيرا تستمع عايزاك في الوقت الفلاني من الساعه الفلانيه 5 ل5 ونص نقعد نناقش بس ما يفهمش الا كده احنا عايزين نتعلم نيجي ندي اداره للبنات او للشباب او اللي مخلصين جامعه ويلا داخلين على سوق العمل اول حاجه في الاداره ازاي يبقى كلامك واضح محدد قصير مهدف افضل جمله غير الكلام ما اي مقال مهدف ايه عايز ايه في جمله وخصوصا ما شاء الله مع الجيل بقى الجيل اللي طالع دلوقتي بتاع التيك توك ده والسناب والدنيا كذا اسمه جيل الثمان ثواني يعني اي ام لا عايزه تقول معلومه لعيالها هي جابتها في 8 ثواني ما تزودش لان بعد 8 ثواني حمله بقول لكم فيديو عن 10 خطوات لمعالجه الكاس تقول يا نهار ابيض 10 لسه اسمع ال 10 ده انا كفايه احمد خلاص هم اتبرمجوا على كده طبعا فقولي قولي ندخل على ربنا بايه نعمل ايه صدقه قيام ليل ها الصدقه نعملها ازاي دلوقتي معلش خلينا نعمل اعمل الصدقه ازاي دلوقتي سقيا الماء طيب احنا عندنا واجب للامه دلوقتي عندنا امه بتبات
واللي يقف معاها الغرب والناس وجنوب افريقيا احنا كمسلمين وعرب اعمل ايه؟ الدعاء ما عندنا شيء نسويه. ده دعاء. احنا هنتكلم على موضوع الدعاء ده عشان حته ما عندنا شيء، لان ده مدخل وتلبيس حته كده بسيطه من تلبيسي بيجيب لك 99 حاجه. خلينا في الصدقه، اعمل ايه؟ في اتبرع. اتبرع. تحب اقول لكم على شكل، بس عايز اقول لكم على شكل من اشكال في البيت ال 11. جهاد بالاموال. كان عليه صوره ل نعم الصدقه حاليا اسمها الجهاد بالاموال. جهاد بالاموال احنا قلنا في اول المحاضره. أيوه. لا يستوي من الانفاق لان اللي بيبخل بالمال بيبخل بالنفس. مش عايزين العالم دي دلوقتي تقسمه. كنت في جلسه حلوه زيكم كده، بس كان العدد معرفش كان كام، 500 باين في مسجد وكله فوق بعض. وبعدين قامت جايه الاخت، عارفين النقاب اليمني، النقاب اليمني الطويل، قامت جايه فرده كده النقاب، مش عايزه اقول مش عارف. وده كان على حين غرب. ها الحاجه فين؟ واس ايه اللي واسكس؟ طب اللقاء اللي بعده الفيديوهات كلها بتاعه توصيل الحاجه بواحد اثنين ثلاثه. منهم شاب كان يعني كنا احنا بنحب نوصل حاجه للداخل كفلان وكذا، هو اللي طلع لنا الفيديو. فهو مات شهيد في اليوم 27 الحرب، مات شهيد. فا اخو الصغير هو اللي بيعمل كده، اخو الصغير وموصل الحاجه. اللهم بارك. قلت العالم اللي كانوا جوه المسجد دول صدقوا، صدقه المال لا تبخل، ده اللي باقي. بتعمليه ده اللي باقي يا اخواتي، اللي قاعد ده اللي باقي، يعني ده اللي في ميزان الحسنات. كان في زوجه من الزوجات بتحكي يعني ان قد ايه بتعاني في بيت العيله وهكذا، لدرجه يعني بياخدوا اي حاجه رايحه بيتها بيتفتح الشنطه وبياخدوا اكلها وبياخدوا شربها وهكذا وبتاع. فبيقولها يدولها القليل، لكن هي كانت مؤمنه تقيه لحسابها والله حاسبها. عارفه كانت تقول ايه؟ تقول هم خدونا، قالت والله اللي احنا كلناه دوت اللي هنخش فيه الحمام، ده اللي متاكل حلال وننبت لحمنا من حلال، كتر خير زوجي على كذا، واللي خدوه هم ده اللي باقي. فاوعى تقول يا زوج ان ده بس في فلوسك عشان لا انا معاك عشان نيتي، لان ده حاجه عيالي بتنصح. فده اللي بقى صح. يوم ما اتكلم على الصدقه في الوقت ده، واجب الوقت. طلع فتوى من علماء زكوات المال كلها. انا عايزه اقول لكم بتكلم الناس على رمضان والكلام ده يا جماعه، ورمضان قالوا رمضان ايه؟ الزكوات بتطلع من دلوقتي، كله مطلع من دلوقتي. روح بس نضمن الدخول ونضمن كذا وكذا وكذا. الناس احنا اللي انت اللي تعف في اخواتك، انت اللي تعف في المسلمات، انت اللي تكفيهم عشان يبقى عار علينا، عار علينا والله. اذا اشتكى منه تداعى له تداعى له الايه؟ يعني انا معايا واحده صاحبتي في غزه، قالت لي انا معايا فلوس مش لاقي حاجه اصلا. لا في يعني احنا بفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى جت توكيدات من ان احنا طبعا الدنيا دي احنا شغالين فيها بقالها كتير، بفضل الله تعالى بيوصلوا بيخشوا في منافذ وبيخشوا واطمنوا واريحوا بالا لهذا الامر بفضل الله تعالى. بفضل الكلمه الطيبه صدقه وهدوء الى الطيب، ده جهاد. جهاد الكلمه تمام، الجهاد انواع، عايزين بس نبقى نفرق عشان نبقى فاهمين بنقول ايه. طيب خلي كلمه صدقه صدقه الكلمه الطيبه. ممكن يعطيكم العافيه. طبعا بذل الصدقه وبذل اي شيء بتقدر تستطيعه لازم يكون مش بالقدر القليل، لكن لازم يكون اقصى ما تستطيع. يعني واعدوا لهم ما استطعتم من عده، يعني ما استطعتم من قوه، ما استطعتم ليس القليل، ليس اقل شيء. طبعا احنا فاهمين اعلى الاستطاعه، اعلى الاستطاعه. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، الاستطاعه هي اعلاها قدر طاقتي. وما اقولش ده لا، تطلب ابذل اقصى ما عندي يا رب. قيام بعد القيام ياتوا الفراش حبوا اقصى ما عنده لحد خلاص ما بقاش قادر يقف. شوفي لدرجه ايه، هو ده قدر الاستطاعه. لكن في لطيفه تانية جميله قوي، قال لك واعدوا له الاعداد، اعداد مد فكري وتوعوي وشرعي ودرء الشبهات، الكلمه جهادها بجميع انواعها بس الشرع. النية الشرط بقية الآية إيه؟ الله يفتح عليك.
الله يفتح عليك ترهبه الارهاب. يبقى الاعداد شرطه يبقى مش اقصى الاستطاعه، ده فوق الاستطاعه كمان. انا بتعلم عشان هم السبب، هم اللي بدأوا. انت كسبانين مش فاهمين حاجه دول، ولا حيزبونه طالعه تقول لك مش عارفه ايه وبتاع ومقاطعه، ايه يعني هي اللي هتفرق ولا فاهمه حاجه في حياتهم. وانخرصوا كلهم بعدين، انخرصوا وخسائر بالملايين. ما نيجي نتكلم طب نفك ايه واحد بس فكروا، يعني اللي فكر دوت مثلا بتوع السودان والاغتصاب اللي بيحصل هناك، طب مش عارفه نعمل ايه. طيب خدوا كيلو بس، خدوا كيلو كده من على الحدود وهاتوهم وهاتوهم هنا منكم، فتحت وادي المينا وادي، يبقى تشغيل المينا وادي كده مشاريع، وادي عندك اصلا ارض كلها زراعيه وحيوان مفكر، وديك عملت الطاقه الاستيعابيه. بتوع غزه ما يقدروش لو انت بس قررت، اليوتيوبرز والفاشينيستا اللي طلعوا في اول الحرب واحنا والدنيا ولا واخواتنا، هم خدوا السيلفي اللي على المعبر وراهم، خدوا السيلفي وعدوا وخلاص وانتهينا، انتهت القصه. لا ما انتهتش، روحوا دلوقتي وروحوا وخشوا وخدوا معاكم الحاجه. ما يقدروش، ما يقدرش يقدر لو ضرب فيه معاهدات دوليه. وانتوا عايزين تعرفوا هو انتوا عايزين كأن سبحان الله، والله ما ترك قوم الجاد الا ذل والله. لكن اللي يفكر في طفل هيعمل طفل معاه، واللي بيبعتوا يا عيني ويجوا يطلعوا ويحدفوا شله. يا جماعه يا جماعه، بالله عليكم بالله عليكم، الفرصه دلوقتي قدامي انك تصعدي في السماوات لدرجات. دلوقتي فرصتك، اللي بعيد واللي مقصره واللي غافله واللي عندها تقصير واللي عندها واللي نفسها تعرف في السماء، تعرف في السماء. واحنا بنقول لكل عبد ايه؟ صيت في السماء. انت صيتك ايه؟ نعم والله يا رب انا وقفت في زمن، وده الوقت انا وقفت في زمن. ليه الله عز وجل رحم الله لسان، رحم الله الانصار، اللهم اغفر الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اللهم اني راضي عنه. ليه؟ سبقوا سبقوا. اما نقول بادروا بالاعمال الصالحه قبل ان تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثره ذكركم له بكثره الصدقه في السر والعلن، تنصروا وتشبروا وترزقوا، الثلاث حاجات اللي بتخافي منها. ادي حديث جابر بن عبد الله. ايه ده؟ بس احنا فين؟ بعيد للاسف، يا في غفله، يا دنيا واخدانا، يا مشاكل زوج وعيال، يا مشاكل دنيا دنيا دنيا. لكن لو خلصت نفسك لاخيرا، ودي الفرصه. ما بيننا وبين ربنا ايه؟ الصلاه. الله يفتح. صلاتنا عامله ازاي؟ نتكلم حتى عن الصلاه، وكنت كنا نتكلم عن القيام وكم عاليين سقف الطموحات، وبعدين في ناس اصلا الصلاه لا مش عارفه ازاي. السلام على السلام عليكم. فين قدسيه الصلاه؟ فين ساعه ما ياذن قلبي رايح ما اقدرش، مش ما في حاجه غلط ما اقومش. الصحابي اللي كان بيعمل الفاس كده حي على الصلاه وجاي رميه ورا، رميه ورا، يخاف يجيبه قدام يحسب. لا بارك الله في عمل يولي عن صلاه، يتحسب عمل بعد الصلاه. احنا فين احنا؟ وانت المره تعالي لي معلش بقى، هنا هزعق وبقيت تزعلوا تعالوا. انت الام، انت البيت، انت الام اللي عليك البيت كله. يا امي هي هي هيسلخون، قالوا كده هيعمل. قلت له ما ضير الشاس القها بعد ذبحها، بس على الحق ثبتت ثبتت. ايه زملوني زملوني رايت. قلت له والله لا يخزيك الله ابدا، ده انت بتعمل وبتعمل وبتعمل بره. سيده اعمال تجارتها بتجار الكوريش كلها، تعالي احنا عاملين شعبه بيطالب دولت محاسبهم، لكن انت لا تنفع لهم ابدا زوجي. اما يجي اشوف طفل عنده 7 سنين ويجي وامه تبعت لي تقول لي اصل احنا شفنا الفيديو اللي انت مش عارفه كنت بتعلمي ابنك فيه ايه وكذا وكذا، فالولد جايب عامل قناديل. ايه يا حبيبي القناديل دي؟ اللي هاسرجها بالزيت في المسجد الاقصى. ما شاء الله. النور كيف ظهوره ان لم يكن دمنا الوقود، والقدس كيف نعيدها ان لم نكن نحن الجنود. طب مش قادرين نروح؟ طب نساند بقى، نخلي عندنا بقى من الاحمر، نساند ندعي ندعي وقلبك يلهث بدعاء. مين الام اللي هنا محدش يجاوب؟ مين الام اللي هنا اللي في بيتها اللي مفعله قنوط النوازل؟ واحنا مش في نازله؟ هو احنا مش مسلمين بيبادوا؟ هو احنا مش في نساء بتبقر بطونهم؟ شفت الطفل اللي طلع قلبه وطلع من الدردش؟ قلت لهم بس لازم اشوف، مش هعمل زي ما حصل في سوريا ابدا، لازم اشوف عشان اما اتحرق في القلب كده واقوم على السجاده بحرقه القلب ده يا رب. صحيح. بحرقه القلب ده يا رب. فين يا اخوات؟ فين؟
مين الام اللي مفعله قنوط النوازل الصلفة بعد كذا كذا والابن يدعي الصغيرة لما تيجي ثلاث سنين يا رب المسلمين غزة يا رب المسلمين الحلوين غزة يا مش فاهمة حاجة بس هي بتقول زي ما هي فين لكن احنا في احنا فين في كوالالمبور ده احنا في مزور احنا ما وراء البحار قاعدين في التكييفات وقاعدين في كل الرفاهيات ان شاء الله وبتاع وتصدق بفضل من المال هكذا وخلاص وشكرا وضميرك مرتاح خطأ احنا في وقت جلل احنا بداية وبكرة فكركوا يا خوالي هم الجلال بتاعتنا والله بكرة فكركوا لا ده بيخسروا عار الأمة كلها احنا بنتكلم عليهم لا ده بيخسروا عار الأمة كلها بكرة فكركوا وبكرة نتقابل عند النبي قولوا امين يا رب يا رب بحق هذا الوقت المبارك يا رب اقسمنا عليك بك يا رب جمعنا يا رب في بحبوحة الجنة عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعمل دلوقتي ولا يبخل انا ما بقولش لاي لقاء في الفتره دي لا مع انه ممكن يبقى مثلا حاضر 50 مع ان المستهدف اللي عندي لاي حد بيحضر احنا معديين ال 3000 وال 8000 لكن انا ما بقولش لا على اي لقاء ليه اقسم احنا زي ما قلنا الشفاه اهيت احنا بننقل من بيت لبيت عشان تعرفوا النقل من بيت لبيت ده مصيبه يعني كارثه طبعا وسامي قلت لهم بس فرشوا انتوا بقى خلاص السجاد انتهى خلاص هم 3 ايام لله عز وجل ده اللي اقدر اقوله جهاد الكلمه نعم. فتح القلوب نتكلم عن الله فما تيجي تتكسل دلوقتي تأسم عيلك مش عارف يعني ايه يعمل ايه تأسم اما تيجي ام بتطلع مثلا جده كان عن برنامج توعوي ثقافي عن فلسطين وقام جاي العيال عاملين قص ولز عن باب المغاربة عن باب فلسطين عن الباب الشرقي عن كأس موعدنا الكأس الكلام بتاع المسار واللي شل انت فين 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 ركعتين فين يا رب اقبلني فين يا رب عذرا الى الله يا رب والله ولا يسقط يعني وجه جلد الوجه ولا لحم الوجه خجلا منك يا رسول الله ابدا فين فين اللي قاعده بتقول والله ما عندي اي حاجه ولا بعمل اي حاجه انا الحاجه الوحيده اللي انا بعملها بس يا اخوان ان انا بقعد ادعي واقول لربنا واختم لهم كل 3 ايام الله الله عليكي الله بتختم ختمه وليس الكلام الله يفتح الان نعم. نعم. نعم نقول احنا نعمل عندكم ايه النهارده في اللقاءات هي يا استاذه شن عندكم ايه النهارده في التطوع هي يا دكتوره نوره عاملين ناويين تعملوا ايه عندكم المشاريع سمعت عندهم اللهم بارك مشاريع وقفيه قلت لهم ايوه انا عايزه بتاع الوقف اللي ممتد رباط ده انا عايزه اموت ويبقى العمل يجرى عليه زي مين زي زوجة هارون الرشيد الوقف بتاعها موجود في مصر لحد دلوقتي وموجود في حد المدينه المنوره وقف النخل بتاع سيدنا عثمان يا مسلمين نعم. وقف سيدنا عثمان موجود في المدينه دلوقتي النخل انا عايزين ده قولي فين المشاريع الوقفيه يا عائشه ولا دول اللي بتعملوها واحنا نعم انا عايزه ده التعليم المدارس كذا كذا مع اني كان قبل فتره المية بقول اقسم لو اتكلمت في الكلام ده قبل وقف الحرب وقبل كذا المره دي حقيقه وانا بقولها لكم بجد من قلبي انا يا اخوات يعني 2008 2014 2018 2012 2014 2018 كانت قويه برضو و2020 المره دي انا اتمنى على الله اشوف الثلاث انواع من النصر ولا يعني والله يا رب يعني استغفر الله استغفر الله يعني يا رب يعني الواحد ما لا عيب يعني التعدي اسمها التعدي في الدعاء وكذا بس انا قلبي وجعني قوي خالص يعني انا يعني لا انا مش عايزه اعيط لان احنا عايزين نحول كل المشاعر دي لدعاء وعمل لكن انا قلبي وجعني قوي يا اخوات انا قلبي وجعني على المسلمين هناك جدا اما وجعني قوي على كثره المراه ومسلمه يا ادعياء الفيمينست كدابين يا اللي مش لاقيه حفاض ولا اللي مش لاقيه جزا ولا حتى الاسيره يا اخوات تقول لك يذلوا فينا يقلعونا الملابس ويدخلونا بملابس شفافه اين الرجال اين الرجال لاعراض المسلمات لا يا اخوات لا اللهم اشف صدور قوم المسلمين يا رب المؤمنين يا رب يا رب نصر من عندك يا رب الارض ارضك والسماء سماك يا رب ارنا اياتك وبكره فكرك لو ربنا احيانا وما متناش بكره فكرك يا اخوات الكرامات اللي هتطلع من فلسطين وهقول لكم الدنيا فيها ايه شوفوا اللي كان قبل كده حصار 40 يوم على تمرتين اتنين
بيقول لك اللي تفجر لهم ينبوع ميه عذبه في قلب النفق. نعم. خذلهم العالم كله لا يضرهم. الحديث برده فات على قلوبنا. نعم. الحديث برده لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا يضرهم ابدا. شفت الحديث هذا؟ شفت جمال الالفاظ في بلاغه اللفظ ذات نفسه. ايوه جمال القران يقول عليهم في الاخدود الفوز الكبير. ما جاتش الفوز الكبير ده ما جاتش الا في الصوره اللي هم ماتوا فيها. لكن احنا عندنا يقين في موعودك يا رب بس بقلوب. مش بقى احنا حضرنا بقى وكان ان شاء الله وعملوا وقفه حمراء على ساعات وعيطنا بقى والحمد لله. لا زي ما قالت اختنا احنا عايزين عمل. كل واحده فيكم تفكر هقف قدام ربنا النهارده اقول له ايه؟ ها؟ عملت ايه؟ يوم لو ان شاء الله يا رب يا رب ياتي النصره بانواعها كلها. عملت ايه؟ بيتك كان عامل ازاي؟ كان محط ملائكه ارض وسماء ولا لا؟ ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم يا رب يا رب نكون احنا اصحاب الهويه. يا رب نكون اصحاب الوعي الحقيقي. يا رب ترزق قلوبنا اليقين وصدق الموعود بك يا رب وصدق اليقين فيك يا رب. اللهم امين. انصرهم احملهم اقويهم يا رب. اجعلنا سبب في كف. مش عايزه اقول لان عيب علينا. عيب والله عيب اما نقول ذل لاخواتنا. مش عايزه كده انا. عيب وعار والله. اختك المسلمه يا حبيبتي اختك تسالي عنها. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا واياكم الشهاده مقبلين غير مدبرين ولا خزايا ولا مقصرين يا رب. واغفر لنا اجمعين يا رب. اللهم اغفر لنا باصل قلب فينا يا رب حق حبك في رسول الله بحق اننا نشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يا رب. اللهم يا رب اغفر لنا اجمعين. لا تخرجنا من هذا المكان الا وقد عفوت عنا يا رب. بلغنا رمضان بلغنا ليله القدر في رمضان يا رب. فك كرب المكروبين سد عنا الدين يا رب العالمين. اللهم ارضنا اللهم ارضنا وارض بنا يا رب. اللهم ارضنا وارض بنا. اللهم امين يا رب. رضا لا تسقط علينا بعده ابدا. امين امين امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك. مش عايزين بس ننسى اخواتنا اللي في السودان.